السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. النهاردة يا جماعة إحنا بنعمل فيديو يعني ما هوش أكاديمي، بمعنى إن إحنا بنعمل حاجة مثلا لثانوية عامة أو لمرحلة معينة من المراحل التعليمية. لا، الفيديو ده يعني ممكن يستخدمه أي طالب أكاديمي أو أي هاوي أو عاشق لمادة اللغة الإنجليزية. بمعنى إيه يا مستر الكلام ده؟ إحنا النهاردة بنقدم وورد مابينج أو الخريطة أو خريطة الكلمات، يعني حفظ الكلمات بالخريطة الذهنية، وأحيانا بيسموها مايند مابينج. مش بتستخدم في الإنجليزي بس، في أي حاجة، في أي أفكار، ترابط الأفكار مع بعضها. فإحنا مثلا عندنا الكلمات اللي هي في اللغة الإنجليزية، إزاي نحفظ الكلمات الجديدة بعمل علاقة ما بين الكلمات وبعضها. على سبيل المثال، مش الحصر يعني، إن إحنا ممكن نستخدم إيه؟ ممكن نستخدم سيلاب اللي هي مقاطع معينة بتتشابه فيها مجموعة من الكلمات. على سبيل المثال، هو السورس اللي أنا بشتغل منه النهاردة يا جماعة، إن شاء الله هسيب الرابط بتاعه وأحمله لكم بإذن الله. لكن أنت يعني إحنا بنقدم نموذج، مش بنقدم يعني ما بنقولش ده قاموس وهتحفظه منه، لا. ده يعني سواء بتقرأ مثلاً ستوري حسب اهتماماتك، قصة مثلا أو حاجة أدبية وبتطلع فيها كلمات جديدة، بتقرأ في مثلا ساينس مادة علمية أو حاجة أو ما شابه ذلك، أو في أي موضوع من مواضيع اللغة الإنجليزية حسب الاهتمامات بتاعت حضرتك. فبتطلع الكلمات دي وبتشوف المتشابهات فين، وبتجمع المتشابهات دي وبتحفظها مع بعض. هنا على سبيل المثال احنا مثلا بنتعامل دلوقتي مع ايه؟ all. all دي ممكن تكون a word، كلمة مستقلة بذاتها يعني، واحنا عارفين ان كلمة all بمعنى كل او جميع. يعني مثلا ما بنقول all students، all people، all girls، إلخ. انما كلمة all ممكن تبقى syllable، يعني مقطع بيتشابه فيه مجموعة من الكلمات. على سبيل المثال للحصر، زي مثلا ايه؟ لما نحط لها مثلا بي، هو طبعا المقطع بتاعنا هيبقى باللون الاحمر زي ما احنا شايفين كده، وهنحط مثلا حرف البي، كده بقت اسمها ايه؟ بول. بول يعني ايه؟ يعني كرة. تمام. تقيس عليها بقى، انت مثلا الكلمة دي او مجموعة الكلمات اللي احنا هنطلعها مثلا النهاردة مع بعض، انت بتطلع الكلمة وبتشوف مثلا معناها ايه، وبتسمع النطق بتاعها في القاموس كويس جدا، ويبقى عندك نوتة مسجل فيه الكلام اللي انت او الكلمات الفوكابولري اللي انت بتعرفها جديد. وبعد كده احلى حاجة يا جماعة في الحفظ، ان انت تحط الكلمة في جملة تكون من تأليفك او من تصميمك انت، يعني من تفكيرك انت. يعني مثلا كلمة بول، ما نقعدش بقى ندور على لغة أدبية وحاجات من دي، مثلا نقول he threw the ball high، هو رمى الكورة عاليا، على سبيل المثال، بحيث ان الكلمة تبقى ايه، تبقى انت عملت لها جملة من تأليفك. تعال نكمل نشوف المتشابهات في المقطع all. مثلا لو حطت لها سي تبقى ايه؟ call. call يعني ايه؟ ينادي، وممكن تبقى a call بمعنى مكالمة. طيب نكمل مع بعض. مثلا fall. fall يعني ايه؟ اللي هي fall الماضي منها fell، fallen اللي هي يسقط. hall. hall اللي هي مثلا زي صالة او قاع، وندخلها في جملة بسيطة على سبيل المثال مثلا فيها ايه، لو قلنا مثلا the conference، المؤتمر، was held in a large hall last week. يعني المؤتمر عقد في صالة كبيرة أو في قاعة كبيرة الأسبوع الماضي مثلا. نشوف نكمل مع بعض المقطع all. mall. mall يعني إيه؟ يعني اللي هو سوق تجاري، وبقت كلمة مستخدمة دلوقتي في العربية في أو في اللغة العربية، يعني بنتكلم بها عادي جدا، اللي هو إيه؟ the mall اللي هو اللي هو السوق التجاري الكبير. tall.
تول طبعا طويل. احنا جماعة بنقول مش بنحفظ بس كلمات هنا، لا احنا بنستعرض الطريقة على اساس ان انت تبقى ماشي على النسق اللي احنا بنعمله ده، يعني مجموعة الكلمات بتحاول توجد علاقة معينة ما بينهم وتحفظهم بالطريقة دي. وول، وول يعني ايه؟ يعني حائط او جدار. سمول، سمول يعني صغير. يبقى مجموعة الكلمات اللي قدامنا دلوقتي مشتركين في السيلابول أو المقطع اللي هو all، ومرينا عليهم طبعا. في أي بقى حاجة تانية أنت بتحفظها ممكن يكون مقطع تاني، مش لازم اللي أنا بقوله ده. يعني إحنا يعني برضو مش بنعرض قاموس يا جماعة، بنكرر مرة واثنين وثلاثة، مش بنحفظ من قاموس، إحنا بنقول طريقة من طرق الحفظ. طبعا ممكن تبقى مش لازم مقطع ولا حاجة، ممكن تبقى مثلا الكلمة وعكسها، ممكن تبقى الكلمة اللي هو مثلا النون ونجيب منه اللي هي الديريفاتيفز اللي هي المشتقات، إلخ إلخ من الكلمات. بس النهاردة إحنا بنعرض لحضراتكم حفظ الكلمات بالمقاطع اللي هي المشتركة. تعال نشوف مع بعض، إحنا برضو مكملين مع أول، نشوف يعني طيب لو أول مثلا جت لي في الأول على سبيل المثال الكلمة اللي قدامنا دي، ها Alliance، Alliance اللي هو تحالف أو اتحاد، وبرضو بتدخلها بجملة بسيطة. تعال شوف كده allied، allied اللي هو متحالف او حليف، ودي adjective. شوف معايا كده allow، allow اللي هي يسمح، والناون منها طبعا اللي هو allowance. ما علينا، احنا دلوقتي في كلمة allow اللي هو يسمح. نشوف الكلمة اللي جاية دي ally اللي هي ايه؟ ally، ally اللي هي ايه؟ اللي هي يتحالف او يصاهر. طيب لما جيت معاها حرف الار بقت اسمها rally، rally اللي هي سباق سيارات. طب الكلمه دي شوف جبنا ايه؟ جيني، تبقى generally، generally اللي هي عموما، ودي طبعا adverb حال او على العموم. مثلا الكلمة دي تبقى ايه؟ equally، equally بالتساوي، equally. طيب الكلمة دي look، legally، legally يعني شرعي او قانوني. يبقى مجموعة الكلمات في الشريحة التانية قدامك اهي، برضو انت بتعمل زي ما انا بحاول اوريك الطريقة. النهاردة مركزين على ايه؟ على الكلمات المشتركة في مقطع واحد، زي كلمة all اللي عندي او ally زي ما جبنا في بقية الكلمات. تعال نشوف معانا ايه تاني. هنا مثلا في الشريحة دي انا عارض مقطعين اللي هو ALM، ده هنتعامل معاه الأول، و AM. تعال نشوف مع بعض كده إيه الحكاية؟ يلا. ALM نبص نلاقي مثلا عندنا لما نحط حرف السي على الجزئية دي أو على المقطع دي بقت اسمها إيه؟ calm. حرف ال اللي هنا سايلنت طبعا يا جماعة. calm. calm يعني إيه؟ يعني هادئ. الكلمة اللي جاية دي palm. palm. برضو ال سايلنت اللي هي ممكن تبقى كف الايد اللي هو باطن الايد، باطن كف الايد، وممكن تبقى زي بام تري، بام تري اللي هي نخله. هنا مثلا كلمه almost، almost اللي هي تقريبا، almost. نروح على الجزء الثاني، المقطع الثاني اللي هو AM، نشوف كده مع بعض. مثلا يعني among، among اللي هي بين، اللي هي بين اكتر من اثنين، احنا نعرف كلمة between اللي هي بين اثنين، among اللي هي فيما بين اكتر من اثنين. amount، amount اللي هي كمية، زي مثلا ما بنقول amount of money يعني كمية من المال، أو amount of water يعني مثلا كمية من المية، إلخ. amount يعني كمية. family، family يعني أسرة. فهنا برضو اتعرضنا للمقطعين، المقطع اللي هو ALM
وجبنا امثله برضو. احنا ما بنقولش حفظ قاموس، احنا بنعرفك الطريقه اللي ممكن كلمات متشابهه تقابلك في المجال ده. طيب نشوف كده مع بعض ايه تاني. هنا مثلا في عندي كلمه اللي هي كلمه اللي هي ايم او اي ام اي كمقطع يعني. تعال نشوف مع بعض مثلا مجموعه كلمات كده. هنا مثلا كلمه ها كين، كين اللي هي الماضي بتاع كام، كام كين كام اللي هي اتى. في عندي لما نحط لها حرف الاف تبقى اسمها فيم، فيم اللي هي الشهرة اللي بيجي منها كلمة famous اللي هي مشهور أو شهير. جيم، جيم لعبة. ليم، ليم اللي هي أعرج. سيم اللي هي نفس، بنيجي نقول نفس الشيء أو نفس الحاجة، بس زي ما بنقول إيه the same car نفس العربية، أو the same movie نفس الفيلم، أو the same thing نفس الشيء إلى آخره. هنا مثلا تبص تلاقي كلمة shame، shame اللي هي الخزي أو العار، زي مثلا بنيجي نقول shame on you، shame on you يعني لما اكون مثلا زعلان او بوبخ حد او حاجه بقول له عليك الخزي او العار. هنا مثلا عندي كلمه اسمها فريم، فريم يعني اطار او يشكل حاجه، فريم زي الاطار او الشكل بتاع الصوره، فريم فريم. نيم طبعا كلنا عارفين كلمة name اللي هي معناها اسم، زي what's your name my name is كذا كذا كذا. تمام، هنا في الشريحة الأخيرة يا جماعة احنا استعرضنا المقطع دوت اللي هو AME، وجبنا مجموعة من الكلمات قلنا طبعا معناها، بس ما بنقولش، احنا بنقول دي طريقة حفظ الكلمات بالمقاطع المتشابهة. تمام، ممكن حضرتك تعمل، بكرر تاني معلش استحملوا عشان تبقى فاهم الفيديو مغزائي، ممكن تعمل انت مثلا خريطة للكلمات حسب المشتقات منها، يعني الفعل الاسم منها بالشكل ده، يعني بتعمل خريطة، يعني تعمل علاقة ما بين الكلمات وبعضها، سواء كان بالمشتقات، سواء كان بمقاطع معينة، سواء مثلا كلمة وعكسها او ما شابه ذلك. في النهاية يا جماعة أنا بقول حاجة، لو عجبنا النوعية دي من الفيديوهات وحسيت إنها بتضيف لك، فياريت نشوف في الكومنتات إن فعلا نكمل، وإن شاء الله بإذن الله مكملين معاكم. وتحياتي وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.